لغز جزيرة أوك البلوط في كندا. تقع جزيرة أوك البلوط على بعد 200 متر من الشاطئ الجنوبي لنوفا سكوتشيا. على الرغم من المناظر الطبيعية الجميلة للجزيرة والأجواء الهادئة، إلا أن ماضيها مليء بالغموض والأسرار، وقد دفعت قصة الكنز المدفون داخل الجزيرة الكثيرين إلى الموت في سبيل الوصول إلى الكنز، حيث توجد العديد من النظريات التي تؤكد دفن أو إخفاء شيء ما في هذه الجزيرة. وأكثر ما يثير الاهتمام في هذه الجزيرة هو المكان المعروف بحفرة المال أو حفرة الشيطان. وفي تفاصيل قصة حفرة المال، يذكر أنه في العام 1795 ادعى شاب يدعى دانيال ماكفينس أنه رأى أضواء غريبة تشع من الغابة عندما كان جالسا في المنزل، وسارع بالذهاب مع اثنين من أصدقائه للتحقق من مصدر الضوء. وعندما وصلوا فوجئوا بحفرة دائرية ولم يجدوا بها أي مصدر للضوء، وهذا ما دفعهم للاعتقاد بوجود كنز داخل الحفرة. لذا بدأوا الحفر في اليوم التالي، وعندما وصلوا لعمق 3 أمتار اصطدموا بحائط خشبي كان عبارة عن قطع من خشب البلوط مقصوصة بشكل متساو ومصفوفة بإحكام. أزالوا الخشب وتابعوا الحفر لعمق 3 أمتار أيضا ليصطدموا مرة أخرى بحائط خشب البلوط. وفي كل مرة كانوا يزيلون الخشب ويتابعون الحفر ويفاجؤون بنفس الحائط، لذا يأسوا وقاموا بردم الحفرة. وبعد 7 سنوات من الحادثة عام 1804 قامت شركة أونسلو بالحفر مجددا، ولم يمض الكثير من الوقت على الحفر حتى اصطدموا بنفس الحائط الخشبي. لكن عندما تابعوا الأمر وجدوا شيئا مختلفا، وهو بقايا قطع فحم منتشرة على جدران الحفرة، وتبين أن هذه المكونات كانت تستخدم في العصور القديمة لحفظ الأشياء الثمينة. لذا ازداد حماسهم في متابعة الحفر، آملين العثور على كنز مدفون. لكنهم عثروا على قطعة من الحجر القديم كتب عليها كتابة غريبة الشكل. قام علماء الآثار بترجمة الكلام المكتوب على الحجر. كانت عبارة عن رسالة مضمونها: تحت 40 قدما يوجد 2,000,000 قطعة ذهبية مدفونة. لذا تجدد حماس الشركة وتابعوا الحفر في عام 1805، وعندما تعمقوا في الحفر عثروا على عملات ذهبية. لكن في عام 1845 قررت شركة ترورو معاودة الحفر بالاستعانة بفريق مجهز بأحدث معدات الحفر. لكن في ظروف غامضة توفي أحد العمال عندما بدأوا الحفر، لذا توقفت الشركة وعادت للعمل عام 1849، واستطاعوا أخيرا من إزالة المياه من الحفرة بعد 2 أسبوع من العمل. لكن لم تكتمل فرحتهم حينما استيقظوا صباح اليوم التالي ووجدوا أن الحفرة قد امتلأت مجددا بالمياه، وتوالت بعدها المحاولات في الحفر لكنها باءت جميعها بالفشل. وبعد تفكير عميق من قبل العلماء توصلوا إلى أن سبب المياه في الحفرة هو أن البناء الهندسي المعقد على ساحل الجزيرة مليء بالقنوات المتصلة بالبحر مباشرة، لذا عندما يصلون إلى مستوى معين من الحفر تندفع المياه بشكل آلي من إحدى القنوات ولا يمكن سد أي منها. وهكذا توقفت الحكومة في المقاطعة عام 1989 من إعطاء أي تصاريح لعمليات حفر جديدة للحفاظ على طبيعة وآثار الجزيرة.